حياة كل إنسان هي عبارة عن كتاب له صفحات، وكل صفحة هي فترة من الزمن، وهي صفحة رقم واحد كنت فيها بكلماتي قاتل مأجور. كل شخص مذكور بهي الصفحة هو شخص مؤثر بحياتي. ماني عم صدق كيف انتهيت القصة، ماني عم صدق انك هلأ ماضي، في احاسيس ما عاد حسة، لاني بدي انسى، لاني بدي اقسى، لاني مهما حلمت مهما عملت عبر جديد بدي ارسى. ما عاد حتكوني مرسى، انت جرم في الاسلام رأس بالقصاص قصة، انت كفر في الاله، انت شرك في المعبود عصيان من لا يعصى، انت الصنم، انت الغضب، انت بقيت زوجة ابو لهب، انت هند قتلة حمزة لاصحاب الفيل غضب، يا الحاد الملحدين، يا صهيون، يا صهيون زرع بالعرب، لكن للاسف لن يعد ينفعني الندم، لاني خلص صرت ماضي وانقتل جوات قلبي. انا خبيتك يا ريت حدا يحبني، ربع ما حبيتك. ضايع ضايع عم دور، عم دور عحالي، عحالي جوا العالم اللي ببالي، لحالي لحالي ما عم بقدر انسى الوجع، داير بقصص قديمة حولت لرخيص لغالي. شو هالوجع اللي ما بينتسى، شو هالجرح اللي زرع الاسى، مين السبب؟ السبب انكسر، شخص عايش بس انجبر انه يكمل حكم القدر، خايف يخلص الزمن قبل ما يعرف هو مين. مثل الزهر في الربيع أنا ماهر في عقلي، عبور طارق حكمة الأبواب، أنا الليل والسراب في بيت جدي، كان يوجد السرداب، جدي كم كان إنسان من وجوده يقتبس، معنا رحلة الحياة شيب دأنا مو عبث، بعد ما نزلني طلع وطلعني على القفص، نفس السم خلاني دو المثنى اللي أنا في راس على كتفي، مثل ذئب مع ستيف الوسواس العنيد بدأ يحيى من جديد، نحن قد رأينا الجنة، نحن لم نعد عبيد، هذا حلم قد يكون لا يكون، لن نموت من جديد، لتخف العذاب في المقابر، يخيف من قتل، من سرق، من ظلم، من اغتصب، لا يخيف من يسالم، لا يخيف إلا داعش في نهاية الزمن. أنا مندوب سامي سام مثل أفعل كوبرا، بشير قلبي أقصى من البوث داخل بورما، أنا الضائع في ضياع أضاع أم كلثوم، مجرد عبد ضعيف أحتاج لغسل الذنوب، مثل الكولونيل اللي حارب من تحت الظلم، والمستثقب اللي استوحش حتى يحارب الكذب، حارب قاتل جابه ثابر، أنا أريد السلام، لا سلم هيا نحارب، لست بقاتل أنا إنسان، أريد أن أحيا في سلام، لا كلام لا دفاع، حسم الأمر بالضياع في الأديان مع كنائس، في جوامع بين أمة، في مذمة بين سيف وهلال، يا إله أرجوك أوقف هذه الحرب، يا إله استجب لي وساعد الشعب، يا إله أعجاز نستفيق من الحلم، يا إله نريد أن نحيا في سلم. أنا عمار بالأحجار في لحن غرق فريد، أنا الحداد في النجوم، هل ما زلت تنادين؟ أنا شخص مستاء في عنقي من النحاس عقدا في زواوي، حياة موتي لم يعد مخيف، أنا حياتي أشد خوفا أشد رعبا، عالم مخيف، أمي أعيديني طفلا، ضعيني في مكيال يكال حبا، دعيه يحيا اجعليه لا يموت، أمي كم هي عظيمة، كم منها أعطتني عطفا، لم أجده في أحد، بحثت عنه في الأطياف، أبحث عنه بغير أمي، كم كان هذا سخفا، عالم قذر لا عدل ولا أنصاف، إلهي يضاوي بالشمس القمر، إلهي أرضك لا تحتمل، إلهي هل تسمع ندائي؟ أعطيني طاقة كي أتحمل البشر، أطفئ الأنوار، الدنيا مجرمة، في الجوار قاتلة تدعى حرب مؤلمة، فيها طرق معتمة، ساحرة مشعوذة في القتل تمضي مسرعة، لا تسامح الأرواح إلا من كان إنسان، شخص حارب الزمان حتى يعرف من يكون، المحارب المقاتل، هل مناصر أم مخلوق؟ لدي لسان مع أفكار المحارب، الاسترداد تاري، قاتل مأجور، قاتل
قاتل مأجور، عرفت من أنا؟ أنا قاتل مأجور، انتقامي قاتل مأجور، قاتل كلماتي قاتل مأجور، قاتل مأجور، قاتل مأجور، قاتل مأجور، أنا قاتل مأجور. عدت اتحمل لكن مجبور، مين بيحميني؟ مين بيحميني؟ مين بيحميني؟